مصطفى العماري من حد ولاد فرج. كان عاني من واحد الأزمة في القلب 5 أشهر، ومن اللي زرت الأطباء كلهم أكدوا لي بأنه مبوشي واحد العرق في القلب ويستحيل العلاج لما كانش هداك العرق يتسرح بالليزر، والحالة العين بصيرة واليد قصيرة. لخطاني كان عندي واحد المويكينة كنخيط بها في الأسواق الأسبوعية، كنجيبو بها داك الطريف المعيشي، داكشي اللي جاب الله يجعل البركة اللي جناك ياكلو الوليدات. ودابا انا ما كنطلب حتى شي حاجه من الاخوان، كنطلب اللي يدع الله وسخر الله بشي حاجه وبغى يعاوني على هذا العرق نسرحو. بغيت غير باش نكمل شي قرايه لواحد الدري كيقرا في العتيق، وانا براسي كبرت يتيم. الناس اللي كانوا كيقراو معايا الحمد لله عندهم والديهم كلهم قراو، وانا منين توفى الوالد ما صدتش اللي وقف معايا، ما قريتش، ما تيسرش الله، ما قريتش. وتعلمت هذيك الصناعه ديال الخياطه وهي باش كن ديباني القضية. ودابا الله غالب، ما كاين شوال الموجود له معيش اليومي. لا خطا المرا مسكينة هي اللي كتخرج شي معينات تبيعهم بالديور وباش تجيب لوليداتها باش يتقوتو. ولا اله الا الله، عائلة كلهم مساكن الله يكون لنا ولاهم، كل واحد مدي فمه. ما كاينش اللي يدافينا فينا، اللي قلنا عليه كيقول لك دير الحامض، دير يطرو ديال الماء ودير فيه الحامض، دير الحلبة، جيب الشريحة. وانا داكشي عيت بيه. والدواء هو كيما كتشوفوا، راه شريت شي 600 ولا 700 ديال الدواء، وشريت تاني شي 600 درهم تاني ولا 700 تاع الدواء اخر، ولكن بدون جدوى. قالك لا بد العرق خصو يتسرح، الا ما تسرحش العرق نسبه العلاج قليله. والله يحسن بالمحسنين. انا كنتوجه للقلوب الرحيمه.